القنادسة. تقع هذه المدينة غرب ولاية بشار على بعد حوالي 20 كيلومتر. تتوجه الأنظار كل سنة إلى هذه المنطقة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يحرص سكان مدينة القنادسة والجمعيات الفولكلورية التقليدية على إحياء هذه المناسبة التي تشكل ميزة ثقافية بالمنطقة. البارود، الحضرة، الفانتازيا وختان الأطفال من أهم العروض التقليدية التي تطبع هذه التظاهرة وتعكس فنا جزائريا أصيلا يمتزج فيه جمال عادات وتقاليد أهل المنطقة. غروب الشمس يأذن بغروب الاحتفال. روعة الأناشيد الدينية والأدعية التي تنبع من قلوب تترجى الله تعالى في كلماتها، مشفوعة بمظاهر البهجة والفرح بميلاد سيد البشرية عليه الصلاة والسلام.